صايمين ولا مظلومين؟ انا مع اولادنا مظلومين. قول كلمه احب من حب وكريه من كريه، ماناش حابين وكارهين وحسب الله ونعم الوكيل. وداعي الجزائر Super!
سفيا واش راكم راح تسوسوا سوسو الزعيم تبدلت رايك يا مرحبا ما كانش بعد المجلس الشعبي الوطني وينتمي للأفلان ومعروف بالانتماءات والميولات تاعو وعنده ربما حتى أجندات راه يخدمها باسكو نعرفوا شكون معاه كان يخدم كاظم يونس. ثانيا نشوف اللجنة راه تضم شخصيات كانت مع كل شخص مع النظام. نشوف سعيدة نغزالي كانت تجي وتقول لنا لو كان يعيد التوفيق راح نحبي ليه نجيها نشوف الله يدير الحوار باسم الشعب الجزائري. نشوف حتى حزام اللي ما تمثلش الشعب الجزائري صراحة راح تروح تدير الحوار. نشوف محامية بن براهم اللي اعتبرت معتقل الحراك اللي احنا نشوفه معتقل رأي قالت هذوك ما عندهم حتى حق في إبداء رأيهم في حين أنا نشوف الشعب الجزائري يخرج كل جمعة ويقول الشعب الجزائري راه يحوس على الحرية تاعو راه يبحث على الحرية تاعو ويخليه يعبر على الآراء تاعو بكل احترام. هذا هو الشيء اللي رانا ضد حنايا. حنايا لو كان الحوار بشخصيات نزيهة لتساعد الشعب الجزائري هذا كنا نروحوا للحوار
وثان لازم يكونوا شروط. حنايا من الاول قلنا رموز النظام السابق وفي مقدمتها بن صالح اللي هو كرئيس مجلس الامه في عهد رئيس المخلع عبد العزيز بوتفليقه ورئيس الحكومه محمد البدوي اللي عينه سعيد بوتفليقه اللي قال عليه القايد صالح باللي كان يملك الكاشي. حنا نشوفوا باللي حكومة بدوي مازالها تمشي والحكومة اللي عينها سعيد بوتفليقة اللي فيها أشخاص مثل مريم مرداسي اللي راح تبيع التراث الجزائري في أمريكا منذ أيام قليلة مازالها تسيّر. حنايا هذا الشيء ما راناش قابلين به، هذا هو الشيء اللي رانا رافضينه. حنايا حبوا يفرقونا، يقول لك الحراك حبش، الحراك ما حبش هاوليك، الحراك دائما قوي وسيكون قويا بإذن الله، والرحيل للجنرالات والعصابة سترحل بإذن الله، طال الزمن أو قصر سوف ترحلون بإذن الله. هذا الموضوع هذا حوار لا يكونش كذب، هذا ما كان العسكر يصحى، هذا ما كان ماشي يصحى حتى بلدي العسكر. لا تقبل أحد أن يطلع فوق مآسينا، هذه مآسي يعيشها الشعب. حنا اللي ولادنا غرقوا في البحور، حنا ولاد المعدن شويه نجي واجي خدموا، حنا ولاد المعدن شويه واجي داويو. انت جاي من باريس الجاير باش تطلع فوق المعاسي تاعنا، قولوا له ما نقبلوك. كيفاش نحاوروا مع العباد مدة 57 أو 57 يزفوا العربي بالمهيدي يقتلوه باش يلقاو طريق العبان رمضان زادوك تلو خاوتو في تطوان. كيفاش نتحاوروا بعد الاستقلال يقتلوا الكولونيل لا ولاية سيس شعباني الله يرحمه الله اكبر عليه البريزيدون كولونيل شحال في عمره هذاك الوقت. كيفاش نتحاوروا 20 سنة كيفاش نتحاوروا مع اللي قتلوا كريم بالقاسم افرانكفورت الله اكبر بكرافاتات تبعو نسيم. كيفاش نتحاوروا مع الناس اللي قتلوا محمد خيدر في اسبانيا؟ كيفاش نتحاوروا مع عباد هذويا وجد هذو صحاب وجده ما حبسوش لهنايا وصحاب غردي ماهو في 63 قتلوا الماكيزار دو اف اف اس. طبعا هو نقاش الان نقاش جزء منه سياسي وجزء منه قانوني. طبعا لماذا؟ لانه كان يدخل في 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 الجدل هل رئيس الدوله بعد انتهاء مهله الماده 102 هل يحق له ام لا؟ الان نحن في ازمه لابد من ايجاد مخارج. اعتقادي وانه الكلمه في الاخير تعود الى الشعب، هل ينخرط في هذه العمليه وانه يقاطعها كذلك؟ هذه مساله ستجيب عنها الاسابيع المقبله ان شاء الله. لازم تولي الماده للشعب. الفوط لازم يولي للشعب. الماده 7 و8 ديموندي بها الشعب. تغيير النظام والحوار باش نروحوا للانتخابات. واستعجل تما، استعجل باش يدير توعوا ليه ويمشي الحاله. هذه هي. بالنسبه لي رايي في خطاب القايد صالح، انا انسان سيفيل مدني، يعني الخطاب تاع الكازرنات ما يعنينيش، ما عندي حتى علاقه به، لكن من كوتي واحد اخر نقول له يا قايد صالح انت يا انسان عسكري الامور السياسيه ما تعنيكش، غير الا راك حاب دير فوت دخلت لك انا ويفوتوا يفوتوا غير افراد الجيش الشعبي الوطني، هذه اولها. ثانيها احنا ماناش ضد الفوت كفكره، احنا رانا ضد الفوت في ظرف وجود بن صالح المولود في 42 ولد الجنسيه في 62 وضد بن صالح المزور لزور سملاين استعمار، ما راناش قابلين وما حش يكون الفوت لانه الماده 12 من الدستور تقول لك هي الدوله تستمدها من الشعب والشبع راه الشعب نقول لهم ديكاج ما نراضين حتى. السلام عليكم ورحمه الله. على الانتخابات اللي دارهم القايد صالح انا حنقول باللي الشعب حيزيد يسقط الانتخابات الثالثه على التوالي، وعندنا كونفيونس الشعب هذا وهو شكون باش يديموندي الهيئه الناخبه، هو عسكري ما عنده حتى دخل في السياسه، راه كاين راه اختصر بالدستور هكا راه اختصر بالدستور نهائيا.
وانا جبونس بلي الشعب هذا نهار نهار الكاس راح يجيب له مسيره وراح يعطي له ريبونس شابه مع الجمعه الثاني بالانتخابات ما فيهاش مع العصابات ما فيهاش قبل ما تروح الحكومه هذه وقبل ما تروح هيئه الحوار اللي حكمها الخاين تاع كريم يونس ما فيهاش. نقولوا القائد صالح هذا تعدي سافر على الدستور، لك تقول باللي يحترموا الدستور، الماده 136 من الدستور لا تخول العسكري ان يتدخل في الامور السياسيه. انا قرينا كاع الدستور، ما يحقش للعسكري انه يقول وقتاش تسد على الهيئه الناخبه. على الاقل خلي البن صالح يتكلم، خلي وزير الداخليه عيب. يا اخي يا قائد صالح تراجع توب الى الله، هاو الشعب قاعد يقول لك باللي اقيل حكومه بدوي اكبر مزور. بن صالح قال زورت لصالح الوطن، كيفاش نروحوا مع هادو الانتخابات؟ ما كاش شفافيه ونزاهه مع هادو، سبحان الله، نحينا هادو، درنا هيئه مستقله وحكومه كفاءات يعني توافقيه، باذن الله الشعب قاعد يحبس ويروح ينتخب، صار مع هادو ما كاش انتخابات باذن الله.